بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن بلال. منورين، كل سنه طيبين. مبروك النادي الاهلي كابتن ايمن على الاداء وعلى الفوز وعلى النتيجه، وهارد لك للنادي المصري. كابتن ايمن، عشان سريعا بس نتكلم على طاقم التحكيم. الحكم الدولي محمد عادل يبلال لسه راجع من تونس تقريبا امبارح او اول امبارح، كان عنده مباراه النجم الساحلي والجيش الملكي عادل في ذهاب دور 32 دوري ابطال افريقيا، مباراه صعبه جدا جدا اداها بشكل كويس. والنهارده الثلاث بيلعب مباراه النادي الاهلي، مباراه صعبه جدا يا اسامه. عايز اقول ان هو يعني حكم دولي عنده الخبرات ان هو يلعب مباراتين في 3-4 ايام. النهارده كان اداء متميز لطاقم التحكيم بالكامل، لكن هناك بعض السلبيات او بعض ما النقاط اللي يجب تطويرها يا كابتن عادل في اداء التحكيم، ولكن بشكل عام طاقم التحكيم النهارده نجح في اداره المباراه. عندنا حالات هنشوفها ونشوف مدى صحه القرارات اللي كانت موجوده النهارده في المباراه. الحكم الدولي محمد عادل النهارده كان موجود، وكان موجود الحكم الدولي الكابتن محمود ابو الرجال، وكان الكابتن سامي هلهل، والحكم الرابع الكابتن جلال احمد، كان على الفار طارق مجدي ومحمد علاء. الميزه النهارده يا كابتن عادل ايه؟ النهارده محمد عادل ما راحش للفار ولا مره. صح. ودي ميزه. النهارده بتتكلم في مباراه صعبه 90 دقيقه، خد القرارات كلها، والنهارده الفار ما تدخلش النهارده في ولا قرار. دي بتدي الحكم كابتن اسامه درجه تقييم بتخليه مثلا هاخد 8 ممكن اخد 9. نشوف الحالات الاولى. اول حالتين معانا مهمين جدا جدا. هنا رضا سليم رايح وحافظنا خلاص، وهنا باهر المحمدي لاعب النادي المصري. هنا قلنا دايما لما يكون رضا سليم رايح من ناحيه الشمال حاجه اسمها الهجوم الواحد، وهنا ايه اللي حصل؟ هنا حاجه اسمها تعطيل الهجوم الواحد من باهر المحمدي. دي اول حاله اللي كانت بطاقه صفراء مستحقه للاعب نادي المصري. هنا محمد عادل لم يتردد ابدا في اشهار البطاقه الصفراء. دي الحاله الاولى اللي انا جايبها عشان خاطر الحاله الثانيه كابتن بلال هنربط ونشوف الانذار الثاني اللي هو اطرد عليه باهر محمد ونشوف. هنا بنشوف امام عاشور هنا زق الكره، هي نفس الكره، نفس الكره اللي هي كانت مع رضا سليم رضا وباهر محمدي. هنا النهارده نفس الكره، امام عاشور رايح من ناحيه الشمال. عندي هنا مخالفه تعطيل هجوم ومخالفه تهور عادل، الاثنين موجودين. شوف محمد عادل هنا في هنا شوف اسلوب الدخول من باهر، هنا المخالفه موجوده للتهور وايضا لتعطيل الهجوم الواحد، بطاقه حمراء مستحقه للانذار الثاني. وهنا بحيي محمد عادل، يعني ما عندوش حسابات يا بلال. صح، اللاعب عنده انذار يستحق البطاقه الثانيه، راح اشهر البطاقه الثانيه تقريبا في الدقيقه 52 يا كابتن شريف، وقرار يحسب للحكم المباراه. هنا انا يمكن هنا بقى محمد عادل هذه الحاله زي ما قلنا، هنا نقاط التطوير يا بلال. شوف الحاله اللي جايه هنا، شوف سمير فكري النهارده عمل كل حاجه خطا في المباراه. صحيح، هنا حاله تستوجب البطاقه. هنا شوف استخدام الكوع في هذه الحاله، معلش سامحني سمير، معلش هرجع بس الحاله دي. هنا واضح جدا جدا جدا، هنا بطاقه مفروض صفراء لهذا اللاعب. ليه؟ بص هنا اللعب، وهنا شوف المرفق هنا فين في وجه اللاعب، وهنا للاسف ما خدش الطاقه صفراء يا كابتن شريف. دي الحاله اللي هي الاولى. اللي بعده نفس الشيء، قرب محمد عادل قريب قوي. نشوف هنا سمير فكري نفس اللاعب رقم 6. هنا نشوف هنا ايضا خلاص الراجل رايح، هنا لاعب الاهلي رايح خلاص وهيصلح وهيشوط وهيلعب. الشد هنا كابتن، هنا لابد ان يكون في بطاقه صفر. صح. هنا بنتكلم في الدقيقه 41 دي يا كابتن شريف، دي في الدقيقه 41 كان يجب طرد سمير فكري للانذار الثاني. لو خد الانذار الاولاني كان خد هنا الثاني، وهنا بنقول ايضا بطاقه حمراء، ولكن للاسف يعني هو ما اشهرهاش رغم ان هنا بطاقه مع ان الزاويه واضحه، زاويه الرؤيه واضحه بالنسبه للكابتن، الشد واضح جدا يا كابتن ايمن. وانا هنا بقول ايه، احيانا المباراه واداء الاهلي بيسهل مهمه الطاقم التحكيم في المباراه. يبقى يعني عندنا هنا سمير فكري كان يجب طرده في الدقيقه 41 نتيجه الانذار الثاني، زي ما باهر محمدي اطرد في الدقيقه 51. اللي بعد كده هدف نادي الاهلي وهدف سليم 100%، وهنا بردك حاله تعليميه للبعض او للمدربين او للكل. شوف هنا كره الحارس هنا بينجح في لعبها، وبعدين بترتد تتشاط، ثم بس نيجي هنا بس نقف هنا. امام
حط الكره وهنا رضا سليم بيشوط تمام هقف هنا بيرسي في موقف تسلل صح حاله تعليميه يعني نشرحها للناس كابتن شريف اللاعب برافو يا كابتن عادل برافو اللاعب في موقف تسلل يعاقب ولا ما يعاقبش امتى اللاعب يعاقب يا كابتن بلال الله عليك يا كابتن بلال لما يكون متداخل يا في اللعب يا متداخل مع المنافس او استفاد من كونه في موقف تسلل هنا بنتكلم على تداخل مش في اللعب هل هو تداخل مع الحارس ده السؤال اولا لم يتداخل مع حارس المرمى الكره بتتشاط من بعيد ثم هنا حارس المرمى تماما شايف الكره لان هي من بعيد يا بلال يبقى هنا الراجل دوت لم يتدخل وبالتالي هنا هدف صحيح يحسب لمين يا كابتن يحسب للحكم محمود ابو رجل الحكم الدولي اللي راح كاس العالم في قطر بقول له محمود برافو عليك في هذه الحاله هدف صحيح اللاعب لا يعني لا يتدخل مع حارس المرمى او لم يؤثر وبالتالي هنا جايبها حاله تعليميه اللي بعد كده نشوف هنا حاله هنا امادو هنا نفس المعيار برافو محمد هنا رايح شوف تعديل هجوم هنا رضا سليم معدي خلاص عدى الراجل وهنا بنشوف هنا كابتن ايمن تعطيل هجوم المسطره واحده باستثناء سمير فكر هنا انذار مستحق لامادو لاعب نادي المصري اللي بعده حاله مهمه جدا ونشوف حسين السيد وهنا طبعا الايد طالعه واضحه جدا جدا في وجه لاعب نادي الاهلي نشوف هنا شوف هنا يعني بس هنا يا بلال مش هي دي نفس الحاله بتاع سمير فكري صح هي ديت هي نفس الحاله هنا محمد ادى انذار اذا محمد انا بقول لك نقاط التطوير كان يجب زي ما هنا اديت انذار لحسين السيد وهنا شوف الايد هنا رايحه في الوجه نفس لعبه سمير صحيح. فكري اللي انت ما اديتش فيها انذار مستحق لحسين نتيجه استخدام المرفق في وجه محمد هاني اللي بعده ونشوف هنا علي معلول طبعا هنا في هذه الحاله يمكن محمد بعيد والمساعد هنا لم يتعاون بالقرار ونشوف هنا هل في مخالفه ولا مفيش هنا نشوف هنا المخالفه موجوده هنا من علي معلول وزي ما قلنا الشيء بشيء يذكر هنا في بطاقه مستحقه على علي معلول فوت اون فوت وهنا كان يجب اشهار البطاقه الصفر اللي بعد كده حاله من الحالات مهمه جدا وهنا حب يدي الفرصه ما قدرش يديها لان الكره راحت للاعب الاهلي صح رجع للمخالفه الاصليه وده اللي احنا بنقوله يا كابتن في رحله جزاء اتحاد العاصمه مظبوط اللي هي كانت بتاعه كهربا تمام هنا ايه اللعبه هنا يا كابتن هنا بص هنا كان ممكن يدي فرصه هنا للاعب نادي المصري ايوه هنمشي شويه مع مارش سمير عشان بس نوضح للناس هنا نمشي شويه لما لقى هنا لاعب النادي الاهلي ضغط هنا مفيش فرصه بقى رجع للمخالفه الاصليه صح وادى بطاقه صفراء لاليو ديانج بطاقه صفراء مستحقه تعطيل الهجوم الواحد برافو يا محمد اخر حاله معانا وهنا بنشوف هنا محمود ابو رجال لاعب النادي المصري هنا مروان راجع من التسلل وبالتالي هنا تسلل على لاعب مصري هنا شوف لحظه اللعب لاعب هنا موجود في موقف تسلل وبالتالي هنا استفاد من كونه في هذا الموقف بشكل عام بنقول تحكيم النهارده ادى مباراه كويسه في لعبتين كانوا على سمير فكري استحقوا البطاقه الحمراء ولكن احيانا النتيجه الكبيره يا كابتن بلال بتغطي على اي خطا تحكيمي صحيح. ولكن المجمل اداء كان طيب لطاقم التحكيم اليوم مبروك النادي الاهلي وبالتوفيق ان شاء الله في ماتش افريقيا اللي جاي اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر امتعتنا اشكرك يا كابتن فينا خلي وبينتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي للمباراه الافتتاحيه للنادي الاهلي المصري في الدوري العام لكره القدم 2023/2024 والتي انتهت باكتساح النادي الاهلي للنادي المصري 4-0 عن جداره واستحقاق الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه وبالتوفيق المباريات القادمه ان شاء الله والبدايه ان شاء الله يوم الاحد القادم مع سان جورج الاثيوبي في دور ال 32 لبطوله افريقيا لكره القدم. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم الف شكر يا كابتن والف مبروك. الف مبروك كابتن وعقبال اللي جاي ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن الف مبروك كابتن. الف مبروك يا كابتن وكسرنا عقده بدايه الدوري مع المصري الاربع مرات اللي لعبناهم في بدايه الدوري دي اول مره نكسبهم ومبروك. الله يبارك فيك. كابتن اسامه عرابي شكرا يا كابتن. شكرا لك ايمن والف مبروك وان شاء الله عقبال اللي جاي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن. اشكرك يا كابتن ايمن بلحمي. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق التحيات